باشا تعالى صور. يا نور يا نور هذا باشا يصور. شنو الزحمة سعداء؟ كل زحمة ما أكون مرن مسوي أكل هناك ونروح ناكل وهذا. السلام عليكم متابعينا ومتابعي قناتنا علي صادق للمنوعة. نستمر وإياكم مع هذه اللقطات من كواليس مسلسل المسافر واللقاءات مع الفنانين اللي أدوا الأدوار في هذا المسلسل. من ضمن اللقاءات اللي راح تشوفوها اليوم بالجزء الثاني من هذا الفيلم لقاء مع المخرج المنفذ جاسم الذهبي، وأيضا لقاءات مع بعض الصحفيين من جريدة الجمهورية ومجلة ألف باء، بالإضافة إلى لقاء مع المخرج الكبير فلاح زكي. وأيضا من ضمن الكواليس اللي راح تشوفوها بعض اللقطات الكوميدية للفنان الراحل عامر جهاد، وأيضا راح يكون لقاء وياه يتحدث بيها عن تجربته بهذا المسلسل. ونختم اللقاء مع الفنان الكبير مقداد عبد الرضا اللي يتكلم عن تجربته مع المخرج فلاح زكي بهذا المسلسل، بالإضافة إلى أنه راح يحكي عن تجربته مع بعض المسلسلات العراقية اللي اشتغلها سابقا. راح أترككم مع الجزء الثاني من كواليس مسلسل المسافر وأتمنى تنال إعجابكم. تحياتي. الحقيقة من ترشحت إلى هذا العمل عمل المسافر أنا كان في ذهني الأساليب التقليدية للعمل التلفزيوني، وعندما باشرنا ب العمل من اللقطات الأولى حسيت أنه أكو فرق شاسع بين الأعمال اللي اشتغلت بها وبين هذا العمل الجديد. أسلوب الإخراجي أسلوب يختلف تماما عن الأساليب القديمة، أسلوب جميل، أسلوب سينمائي، عمل استفادت منه الكثير الكثير الكثير. الحقيقة مو مدحا بالمخرج فلاح زكي، وإنما أضاف لي شيء الكثير من اللمسات الإخراجية اللي أنا راح أتبناها مستقبلا عندما أكون مخرج تلفزيوني مستقل. الجروب العمل اللي اشتغلنا وياه جروب كبير وضخم، والعمل بامتداد ومتشعب من حيث أماكن التصوير، الانتقالات كثيرة، عدد الممثلين عدد كبير من 100 إلى 120 ممثل، وهذا ليس بالشيء القليل، يراد لتحضيرات وتهيئة كبيرة. والحقيقة يعني كان عمل متعب بس ممتع، يعني عمل ممتع، العمل اللي ينجز وشوف إنجازك بعد قليل وشوفه جميل ومثل ما تريده وما موجود في مخيلتنا، هذا رائع. التعب يزول بعد هذا، التعب يزول. وكنا نبقى إلى ساعة 12 إلى ساعة 2 بالليل نواصل تصوير المشاهد، والجروب كله كان متفاني ومتعاون معنا. يقين أن هذا المسلسل سيسجل خطوة بارزة في مجال الدراما العراقية بسبب كون هذا العمل يعد الخطوة الأولى في مجال الدراما الغنائية. لم تشهد الدراما العراقية على مدى تاريخ طويل مثل هذه المغامرة إذا صحت التسمية، لأن هناك عدة أسباب لنجاح مثل هذا العمل. إن المشاهد العراقي لم يعتاد لمشاهدة مثل هذه الأعمال. هناك أفلام غنائية معروفة شاهدناها في عدة مناسبات يعني، لكن أن يكون العمل بهذا على شكل مسلسل أعتقد أن هذا الأمر يتطلب مخرجا حاذقا، وهذا ما متوفر بالمخرج المبدع الأستاذ فلاح زكي. هذا لا أخفي قلقي على هذا المسلسل في بداية الأمر عندما شرع المخرج فلاح زكي بإخراج هذا المسلسل. الخشية والخوف والريبة كانت متأتية من كون المطرب المحبوب الأخ كاظم الساهر قليل التجربة في مجال التمثيل، ومن أجل أن يكون العمل هذا يوازي تجربة الأستاذ أو الأخ كاظم الساهر الغنائية بعد أن قطع أشواطا هامة في مجال الأغنية العراقية، من القلب أتمنى النجاح لهذا المسلسل. وقد أتاح لي المخرج أن أرى بعض المشاهد وبعض اللقطات من هذا المسلسل، وكانت بصراحة
ونحن الصحفيين لا نعرف المجاملة في الكثير من الأحيان، وقد لا نرحم أحيانا عندما يتطلب الأمر منا أن نعطي رأينا في عمل كهذا. أشهد على أيدي الأخوة العاملين في هذا المسلسل، وأتمنى من القلب النجاح والموفقية والاستمرار في هكذا نوع من الأعمال الدرامية، وشكرا. دقيقة واحد اثنين طير بالهواء ريدك طوع عليها قولها ليش ليش قولها ليش قبل سفر الأخ الفنان فلاح زكي عملت وياه في مسلسل صور عربية، عملت منسق إنتاج المسلسل وممثل لبعض المشاهد. عند عودته للوطن التقيت به وكان يعد إلى مشروع جديد اللي هو مسلسل المسافر. فضمن العلاقة الطويلة الأمد مع الأستاذ فلاح نزلت وياه بالعمل، بس ايضا بصفة منسق انتاج وممثل لشخصية ميمون حلاق القرية اللي تدور بيها الاحداث. وشخصية ميمون راح تشوفوها بالمسلسل شخصية لطيفة محب للجميع، لذلك الكل يحبون يقدموا له اي خدمة في اي مناسبة. العمل كان ضمن الفترة الزمنية طويل ومتعب، ولكن كان هدفنا الدرجة الأولى هو ماهية النتيجة لهذا العمل، وبالفعل طلعنا بنتيجة طيبة وراح تشوفوها وإن شاء الله تعجبكم. وكان جروب العمل أيضا جروب جميل جدا تمتص مشاكله في يوم نفسه. سألني ما في العمل شلون مدير الانتاج يصير مدير انتاج حوار كلهم يحبوه. جيت اشوفه مواقف مدير انتاج ما يشوف ذلك، مواقف ما يسمع، مواقف صغيره يعني وقفات صغيره يصير بها زوج كان يقول الحمد لله 24 ساعه. يعني ما كان يبقى بقلب اي واحد اي شيء من هذا التعب او الزعل او العتاب بيناتنا، لان التصوير خارجي والجو حار جدا. فعانينا اللي عانينا، وكان هدفنا الاول والاساس هو ارضاكم، ولذلك اتحملنا كل عناء هذا التعب. والتجربه اللي كانت مع عوده الاستاذ فلاح وتجربتنا ايضا مع هذا الكادر التمثيلي البديع وايضا مع الفنان كاظم الساهر سيكون لها صدى طيب حسب ما أعتقد عندكم، وأتمنى أن يرجع هذا الجروب بعمل ثاني مع نفس المخرج بأعمال جديدة، وأعتقد أنتم راح تطلبون هاي. وأتمنى لكم الموفقية والمتعة لمشاهدة مسلسل المسافر. بعد عودتي للوطن وبعد غياب حوالي 10 سنوات في الغربة، باشرت فورا الحقيقة بالبحث عن نص مناسب ونص يقترن بطموحي الاستمرار بإنتاج مستويات متميزة في الإنتاج التلفزيوني الدرامي. حقيقة لم أجد ما يرضي الطموح. بعد لقائي بالأخ كارم ساهر في الولايات المتحدة وأيضا في بغداد، وجدت أنه لدى الفنان كاظم خامة وطاقة فنية
بالإمكان استخدامها ضمن عمل درامي غنائي عراقي. وفعلا وضعت التصاميم لهذا المشروع وخارطة عمل، واتصلنا بالأخ صباح عطوان لوضع القصة والحوار لمسلسل المسافر، وباشرنا قبل حوالي 8 أشهر بشكل متواصل بشكل يومي، ابتداء من وضع الخطوط الأساسية واللمسات الأخيرة للنص، وانتهاء بالتصوير اللي أخذ من أدنى وقت طويل بحدود حوالي 70 يوم في أكثر من 55 موقع مع أكثر من 120 ممثل ومع أكثر من 2000 كومبارس وبحدود 700 إلى 800 مشهد. وكتجربة بهذه السعة لأعمال غنائية درامية بالتأكيد تأخذ حيز كبير من الجهد والمساحة والكادر الفني، وبالتأكيد لكل عمل من هذا النوع أو لكل عمل ضخم الحقيقة تكون هناك بعض النواقص وتكون هناك بعض الإخفاقات، والمسافر كأي عمل ضخم الحقيقة لا يخلو من هذه النواقص لأسباب تتعلق بعدم وصول الحالة الإنتاجية للأعمال الدرامية الغنائية في العراق إلى مستوى عالي من التقنية، وبالإضافة إلى هذا الظروف الصعبة التي مررنا بها خلال عملية إنتاج مسلسل المسافر. الإخوان والزملاء سبقوني في لقاءاتهم في هذا الفيلم الحديث عن جوانب عديدة في عملية إنتاج وتصوير مسلسل المسافر التي حقيقة لا أود إعادتها. فقط أبلغكم تحيات الأخ كارم ساهر اللي اتصل بي من الولايات المتحدة الأمريكية وهو الآن لا يزال هناك، وبلغ تحياتي الخالصة لكم وحبه الكبير للمشاهدين. والحقيقة لم تتح لنا الفرصة لإجراء لقاء معه لكي نضمنه في هذا الفيلم. أرجو أن نوفق في استكمال عملية مونتاج مسلسل المسافر وأن يكون جاهز للعرض في بداية سنة 1993. كذلك نأمل أن نتواصل في إنتاج أعمال ذو تقنية وذو نكهة بمستوى وربما أعلى من مستوى ما أنتجناه في مسلسل المسافر. وشكرا. أعتقد المسلسل راح ينال رضا المشاهدين لأنه توفرت له عوامل النجاح على صعيد النص والإخراج والأداء. النص كتبه السيناريست البارع صباح عطوان اللي تجارب الكثير الناجحة موجودة والكل يعرف بها، والإخراج الفنان فلاح زكي اللي عاد توا من أمريكا محملا بالخبرة المتراكمة، وبالأداء اجتمعوا أكثر من 100 ممثل من خيرة النجوم العراقيين، إضافة لهذا وجود كاظم الساهر النجم المتألق محليا وعربيا وعالميا. المسلسل أنا عشت بياهم حوالي بحدود 9 أيام أو 10 أيام يعني، وفي ظل ظروف صعبة خصوصا فترة الصيف، ومع ذلك كان الكادر كله يشتور ويتعب، والحر خصوصا مسألة الحر احنا عندنا مؤثرة جدا بالعمل، بس مع هذا كان الكادر يشتغل بدون أن يتأثر بهذا الشيء. والشيء الطريف أنه أنا كنت أشوف كاظم الساهر يعني حتى من يكمل أداء ويشوف اللقطات المخرج كان يرضى عن اللقطة وهو يحاول أن يعيد اللقطة، ويمكن حتى الممثلين عندنا ما تحصل من يكون المخرج راضي عن اللقطة وماخذ بها أوكي، هو كان يعيد، وحتى اللقطات الصعبة يعني يشمر نفسه من جدار 4-5 أمتار وبعض المشاهد بها بسط فكان هو يعيدها.
وكذلك بالنسبة للممثلين الآخرين، يعني عبد الجبار كاظم راح يظهر بدور كتبنا عن نبأ لباء أكثر من مرة، وكذلك بالنسبة لآسيا كمال وسهير عياد وبقية الكادر. الحقيقة مو هي هاي المرة الأولى اللي أعمل تحت أمرة صديقي الفنان فلاح. المرة الأولى كانت في العام 81 على ما أظن، سوينا مسلسل وينك يا جسر. بعد أحداث وينك يا جسر عملت أعمال كلش كثيرة، أعمال أعتقد مهمة، فصار بالنسبة لي أنه أنا أدقق بالاختيار. لكن مع أن أجي فلاح مرة أخرى حتى كان واقف، يعني أنا كنت قاعد، قال لي عندي مسلسل، قلت له حاضر تماما، يعني بدون أي مقدمة بدون أي شيء. ليش؟ لأنه الأخ فلاح لماح وذكي ويعرف يعرف شنو دي يسوي. فرحنا سافرنا إلى الموصل وسوينا المسلسل اللي أتمنى تشوفوه، أتمنى يعجبكم، وأتمنى أنه أنا أعمل مرة أخرى مع صديقي العزيز فلاح زكي ومع الكرو. فعلا يعني أنا مع المجموعة اللي صورت العمل واللي نفذت واللي مثلت، وأخص بالذكر أصدقائي البديعين آسيا وسهير وجبار كاظم وعزي البديع، وكلهم كلهم أنا آسف إذا ما ذكرت أحد، كلهم كانوا خلية نحل تشتغل حلو، تشتغل بفن بذوق. كان بالنسبة لي يمكن أنا كنت لصيق بداية مع الأستاذ كاظم الساهر، فكان شبه أكو مخاوف الحقيقة، بس تبددت. راح تشوفون كاظم واحد كلش بديع، وتشوفون ممثل زين وممثل مقتدر، وانتهى المسلسل يعني نهاية جميلة، بصداقة بمحبة بأخوة بكل شيء طيب عند هاي المجموعة اللي اشتغلت العمل. وأنا أتمنى أكرر يعني شغل مع هاي المجموعة، وأتمنى الخير للجميع، وأتمنى الموفقية إلى صديقي العزيز فلاح زكي. يا نار يا نار يا نار اللي حرقيني يا نار عين حرقيه يا نار عين حرقيه يا نار يا نار يا نار يا نار لا تخلي في صدرك حزن. لا تخلي في صدرك حزن، اشتكي احنا اصحابا. يا سلام يا سلام، حلو. اهلا اهلا بخير، مساكم الله خير. الله يخليك. اهلا وسهلا. هلا وشكرا. لا مو مال قاعده، تفضلوا وياي على البيت. شنو الزحمه سالا؟ كل زحمه ما اكون مرن مسوي لك اللي هناك ونروح ناكل وهذا. يلا من قرح طار